النهاردة كما وعد الرئيس، الرئيس لو تفتكروا الخميس قبل الماضي عندما كان يختتم فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب في مدينة شرم الشيخ، أعلن قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة من 5 أعضاء. مهمة هذه اللجنة بحث ملفات الشباب المحبوس من أجل الإفراج عنهم، وأعطى مهلة 15 يوم للجنة كي ترفع تقريرها إلى الرئيس. وإحنا وقتها قلنا الحمد لله أخيرا بقى فيه شغل منهجي عملي في مصر، رئيس الجمهورية يصدر قرار بتشكيل لجنة، وما فيش حاجة اسمها أن عمل اللجنة مفتوح تقعد سنة واثنين وثلاثة واربعة، لا، عمل لهم جدول زمني بحد أقصى 15 يوم، وفي ال 15 يوم عرضوا التقرير. في اليوم 16 رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا اليوم بعفو رئاسي شامل عن قائمة تشمل 82 من الشباب الصادر بحقهم أحكام. هتقولوا لي ليه مركز قوي على الكلمة دي، هقول لكم علشان دي مختلفة عن وضع الشباب التاني المحبوس على ذمة قضايا لسه ما اتحكمش عليهم حكم نهائي. رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته بالدستور المصري الذي استفتينا عليه في يناير 2014، وفقا للمادة 155 من هذا الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي شامل عن مواطنين صدر بحقهم أحكام نهائية باتة ويقضون فترة العقوبة. وهم دول الـ 82 اسم اللي شمالهم العفو الرئاسي النهاردة. قيل إن اللجنة كانت طلعت قرار بـ 83 اسم، لكن في اسم منه تم حذفه لأنه الاسم ده كان أفرج عنه بالفعل منذ أسابيع. طبعا من أشهر الأسماء اللي موجودة في هذه القائمة زميلنا الكاتب والمفكر أو الباحث واللي كان بيقدم برنامج تلفزيوني كمان في قناة القاهرة والناس، إسلام بحيري، واللي كان اتهم بإزدراء الأديان والتطاول على الأئمة والمذاهب وكذا. النهاردة كمان تم الإفراج عنه بهذا القرار. مصلحة السجون قالت أنه بيتم إنهاء الإجراءات والأوراق حالا، وسيتم الإفراج عن 82 مواطن من سجن ترى. يعني ايه من سجن ترى؟ انتوا عارفين الاجراءات المفروض من اي حد بيتم الافراج عنه، انه بيخرج من السجن يترحل على اسم الشرطة اللي هو كان متحول منه، وبعدين يتم الافراج عنه من اسم الشرطة اهله ياخدوه من هناك. لكن مصلحة السجون قالت تسهيلا على المساجين سيتم الافراج من سجن ترى واهليهم يروحوا هناك يستقبلوه. الأستاذ محمد عبد العزيز عضو اللجنة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور يا أستاذ تامر، إزي حضرتك؟ أولاً بشكرك نيابة عن أسر الـ 82 معفو عنهم على المجهود اللي أنتوا بذلتوه خلال الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا، وعلى الشغل المحترم الحقيقة اللي أنتوا عملتوه من أجل الوصول إلى هذه النقطة. العفو العفو يا أستاذ تامر، ده واجب يعني لا يستحق الشكر أبداً. ممكن تقول لي أبرز المعايير اللي أنتوا خدتوها في اختيار هذه الأسماء؟ أنا عايز أبدأ بس معاك في أنه اللجنة بيتم وضع أمامها 3 أنواع من الحالات، في المحبوسين احتياطيا على ذمة النيابة العامة، والمحبوسين أمام القضاء يعني أمام المحاكم، والمحبوسين بأحكام باتة ونهائية. تمام. رؤية أن يتم البدء بالمحبوسين المحكوم عليهم بأحكام باتة ونهائية، لأن طريقة المخرج القانوني ليهم أسهل نقطة، هي استخدام صلاحية السيد الرئيس في العفو عن العقوبة وفقا للمادة 155 من الدستور كما ذكرت. ولذلك القائمة الأولى اللي تم إعلان العفو عنها بالقرار الجمهوري اليوم هي قائمة تضم 82 شاب حاصلين على أحكام باتة ونهائية، ومنهم طبعا الأستاذ إسلام البحيري. القائمة دي يتراوح أعمارها من 19 ل 33، معظم فيها عدد كبير من الطلبة، حوالي 33 طالب، طلبة جامعات يعني، وكلهم شباب في قضايا تتعلق بالتظاهر وحرية الرأي والشعبي ال 82. سؤالي يا أستاذ محمد، معلش يمكن يكون يعني صريح شوية، بس هو ناس كتير في الشارع بتسأله، هل وجود الزميل إسلام بحيري في هذه القائمة نظرا لشهرته، نظرا لأنه كان محل جدل وقضية رأي عام وكذا، فقلت أنه هو وضعه في القائمة يمكن يعمل نوع من أنواع الارتياح في الرأي العام؟ لا، هو احنا كلجنة كان عندنا تصورات من ضمن المعايير، وده كان يعني هنتقل منه للإجابة على سؤالك يا أستاذ تامر،
انه القضايا المتعلقه بحريه الراي والتعبير والقضايا المتعلقه بالصحافه بسبب ممارستهم المهنه والقضايا المتعلقه بالتظاهر بشكل سلمي دي اولويات بالنسبه لنا. ولذلك يعني اقول لك انه ايضا من المستهدف لينا مش بس اسلام البحيري اللي يعني كان موجود في القائمه الاولى، القائمه الثانيه ان شاء الله يكون الاستاذ احمد ناجي موجود الروائي اللي محكوم عليه او محكوم عليه في قضيه تتعلق بالنشر، لانه حصل يعني تاكد، بس كان هناك تاكد من الموقف القانوني السليم لاحمد ناجي هل يعني هو خد حكم نهائي ولا لا، وتم التاكد من انه هناك معالجه قانونيه لهذا الامر. ايضا الاستاذه فاطمه نعوت كانت مطروحه للنقاش ولا تزال مطروحه ولكنها حصلت على حكم اول درجه. الحكايه مش اسلام البحيري بشخصه بس، الحكايه انه القضايا المتعلقه بحريه الراي والتعبير حتى لو المختلفين معاها في النهاية طالما هناك فكر يواجه بالفكر ما يواجهش بالحق. ممتاز. القائمة الثانية ننتظرها امتى يا استاذ محمد؟ يعني مش عايز ادي وقت، انت عارف انا لما اديت وقت في القائمة الأولى كنا خلاص خلصنا، يعني لما قلت 48 ساعة كان 48 ساعة. القائمة الثانية يعني نتمنى ان احنا نخلصها في أسرع وقت ممكن، احنا شغالين عليها وأول ما يعني يبقى عندنا بس واضح ان انتوا وصلتوا لشكل شبه نهائي، يعني حضرتك ما قلت لي مجموعة من الأسماء يبقى عندكم على الأقل فريم او تصور للقائمه. تقريبا عندنا تقريبا عندنا التصور العام، لكن لسه ما زالت القائمه يعني يجري استكمالها، وان شاء الله قريب يعني هقول لك امتى بالظبط هنقدمها للرئاسه. طيب عشان تحسين انا في نقطه في نقطه مهمه جدا يا استاذ تامر خليني فضل. اقولها من خلال يعني من خلال برنامج حضرتك. اتفضل. هذه اللجنه لا تتدخل في اعمال القضاء، لان البعض صور الامر وكاننا هذه اللجنه كانها ذات طبيعه قضائيه بتقول مين متهم ومين بريء، ده غير مطروح على الاطلاق. هناك صلاحيات دستوريه للسيد الرئيس في العفو عن العقوبه، وهذه اللجنه استشاريه وفقط، هي بتقدم تقرير لرئاسه الجمهوريه، بتتعاون وتتشاور مع وزاره الداخليه ومع وزاره العدل علشان يتم اعداد تصورات مشتركه بشان هذه القوائم، والقرار في النهايه هو قرار السيد الرئيس الذي له الحق في استخدام صلاحياته في العفو. تمام. كل الاحترام للسلطه القضائيه، لا يمكن لاحد ان يعني يملي وصيته او يفرض على السلطه القضائيه او على القضاء رايه، في النهايه راي اللجنه هذا راي استشاري وتقديري وفقا لما تراه من يعني المعايير اللي وضعتها عدم ممارسه العنف وغيره، وفي النهايه قرار العفو ده قرار للسيد الرئيس يجري بالتشاور ايضا مع مجلس الوزراء مع وزاره الداخليه مع وزاره العفو. طيب النقطه اللي ارجوك احسمها لي كمان يا استاذ محمد لانها عامله حاله من الجدل، نشر منذ الصباح ان القائمه تضم 83 اسم، ثم بعد ذلك صدرت ب 82 اسم، وقيل ان لا الاسم ده كان حد تم الافراج عنه بالفعل فتم حذفه من القائمه، وبعدين بعض وسائل التواصل قالت لك لا ده اسم اللجنه عرضته والرئيس رفضه، فقول لي الحقيقه فين؟ لا يا فندم انا بس خلينا نكون يعني ونتمنى من وسائل الاعلام تتحرك بدقه. ما انا عشان كده بتحرك بدقه منك اهو من المصدر. القائمه لا انا بتكلم عن الوسائل اللي نشرت القائمه الاولى، القائمه الاولى غير صحيحه، القائمه الصحيحه هي التي نشرت فيها 82 اسم، واللي القائمه التي نشرت وفيها 83 اسم ونقلت على لسان مصادر مجهوله هذه ليست هي القائمه الصحيحه، القائمه الصحيحه هي اللي نشرت وفيها يعني القائمه الصحيحه النهائيه التي سلمت من قبلكم لرئاسه الجمهوريه قائمه ب 82 اسم. القائمه المنشوره ايوه نعم يا فندم، القائمه فيها 82 اسم وهذه هي القائمه الصحيحه التي خرجت من المكتب الاعلامي لرئاسه الجمهوريه. طيب اخيرا هل في صحه برضو انا بستغل وجودك معايا عشان ارد على كل ما يقال، هل كان في اي مش عايز اقول خلاف يعني لكن اختلاف في وجهات النظر ما بين رئيس اللجنه دكتور اسامه وما بين عضوه اللجنه الاستاذه نشوى الحوفي؟ انا بس مش عايز المجتمع يقلق من ده، انا عايز ان احنا نتعود انه صوابع الايد مش زي بعضها، في وجهات نظر متعدده ومختلفه وده امر طبيعي، والبعض وجه بعض الانتقاد الى اللجنه في بدايه تشكيلها انها بها اراء مختلفه والاعضاء هيكونوا غير لازم نتعود ان تدار الحوارات بشكل ديمقراطي وده امر طبيعي جدا. تمام. وفي النهايه الدكتور اسامه الغزالي حرب يقدر جدا الاستاذه نشوى الحوفي، الاستاذه نشوى الحوفي تقدر جدا الدكتور اسامه وجميع اعضاء اللجنه يعملون وطبيعي اثناء النقاش يحصل اختلاف وجهات نظر. هناك وجهات نظر متعدده، لكن انا اقول لك على معلومه يمكن اول مره اقولها. اتفضل. جميع الاسماء في القائمه الاولى والقائمه الثانيه لم يجري تصويت داخل اللجنه عليها بالمره بتوافق اعضاء اللجنه جميعا. يعني انا مش بقول لك انه كان في اراء انه 3 على 2 ولا 2 ولا 4 على 1. معنى كده ان القائمه التي صدرت بالاجماع. صدرت بالاجماع والقائمه الثانيه كذلك اللي احنا شغالين عليها لا تنتهي، جميع اراء اللجنه تمت بالتوافق وليس بالاغلبيه.
طبعا. ولذلك انا بقول لك ان القايمه اثناء بقى النقاش عشان نوصل للتوافق بيكون في وجهات نظر مختلفه، وده طبيعي جدا وامر طبيعي ومحمود يعني. ده كلام محترم، شكرا جزيلا استاذ محمد عبد العزيز عضو اللجنه وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان.